إذا قال الإنسان كيف تقول إن الفقير هو المسكين وقد فرق الله بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعلها الفقراء صنفا والمساكين صنفا آخر. نقول نعم، هناك كلمات في اللغة العربية، في اللغة العربية كلمات، إذا قرنت الكلمتان صار لكل واحدة معنى، وإذا انفردت إحداهما صارت بمعنى الأخرى. انتبه لهذا القاعدة في اللغة العربية، والقرآن عربي، هناك كلمات إذا ذكرت إحداهما منفردة شملت الأخرى، وإذا ذكرتا معا صار لكل واحدة معنى. الفقير والمسكين في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، والمسكين دونه. الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان الإنسان لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية فهو فقير، وإن كان يجد النصف فما فوق لكن لا يجد الكفاية الكاملة فهو مسكين. إذن أيهما أشد حاجة؟ ها؟ الفقير، ولهذا بدأ الله به عز وجل.